أنا راندا خالد، مديرة مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية. المؤسسة هي هدفها هي توطيد العلاقة بين مصر وأفريقيا، وهي نشر الثقافة بين مصر وبين أفريقيا. فكرة الندوة، احنا بقالنا سنة بالظبط لينا فروع في السودان، ولينا فروع في اسكندرية، ولينا فرع في أسوان وفي النوبة وفي إتهو في هوب سمبل. الفرع الرئيسي هي القاهرة. احنا بنعمل ندوات تثقيفية، ده من أهداف المؤسسة. هي أهداف المؤسسة إن هو نشر الثقافة وتوطيد العلاقة بين مصر ودول أفريقيا وتبادل الثقافات بيننا وبين هذه الدول. اخترنا إن احنا نعمل ندوة كل شهر، كل شهر هنتكلم فيها عن كل دولة، عن العادات والتقاليد والحضارة والتاريخ. اخترنا دولة تشاد لأن هي كانت الدولة المتاحة قدامنا أول ما بدأنا بالفكرة. بدأنا إن معانا الباحث سليمان عيسى، هو أساسا من دولة تشاد، بيعمل دكتوراه وهو باحث في الشان الافريقي. اتكلمنا معاه ورحب بالفكره. عندنا علاقه قويه بيننا وبين سفاره دوله تشاد وبين الاتحاد وبين الجاليه التشاديه. اما البترول اللي تم اكتشافه في جنوب تشاد فوجدوه بكميات كبيره، وده سبب الخلى ان بعد ما سوى دراسات الجدوى ان يكون في فائده للدوله. فالبترول الموجود في الجنوب كمان بشكل كبير، يعني في الجنوب كله، حاليا المستخرج موجود بالتحديد في منطقة دوبا. وجدوا حوالي 300 بئر، يعني المستغل فعلا تقريبا 3 بئر بس. احنا عارفين ان دول افريقيا هي في بينها وبين مصر استثمار كبير، وعارفين ان اساسا مصر افريقية، لذلك بدأنا ان احنا بنعرف الشعوب هنا. الشعب المصري في ناس كتير ما عندهاش خلفية بدول افريقيا، ما تعرفش دول افريقيا حضارتها ايه. ايام جمال عبد الناصر هو مصر هي اللي حررت افريقيا، فذلك احنا بننشر تاريخ وحضاره. الاستفاده منها ان احنا هيبقى في استثمار بيننا وبين هذه الدول. طبعا الرئيس السيسي دلوقتي بيعمل علاقه قويه بين دول افريقيا، العلاقات بقت تعود تاني من الاول، واحنا بنساعد الدوله في هذا.